مرحبا، معكم سهى من سهى's Dishes. وصفة اليوم أطيب طبخة محشي. بالفيديو السابق شفتوا طريقة تحضير الحشوة اللي بقدر حضر فيها جميع أنواع المحاشي. استخدمت الحشوة نفسها بهالطبخة. عندي كوسة مع بتنجان 15 حبة، ورق عريش وزنهم 300 جرام، وحطيت لحم غنم مع العظم بأرض الطنجرة. طبختهم بمرقة الدجاج، أخدوا 2 كوب من مرقة الدجاج. خليتهم يغلوا على نار متوسطة للخفيفة بين 1.5 ساعة و1.45 ساعة، وممكن نتركهم 2 ساعة. وهيك طلع عندي طبخة محشي غير شكل: كوسة وبتنجان ورق عريش، كتير طيبين.